فانا بس عايز اطمن الموضوع يعني الموضوع يعني السلع موجوده ومفيش فيها مشكله ولا اي حاجه، والازمه اللي مرت علينا خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول ان شاء الله مش حت ان شاء الله ما تمشي ما تجيش تاني، ونكمل فيها بشكل نكمل يعني طريقنا بشكل افضل من مما كنا عليه. تاني ارجو ان احنا موضوع يعني الكلام على توفر ممكن يعني عشان برضو يبقى غطيت الكلام كله، يقول لك ايه بس الدكتور علي مش قادر يسيطر على الاسواق. طيب يعني وده كلام مهم يا دكتور علي، مش في البرلمان كلموك في النقطه دي وقالوا لك يعني طيب ما هم وده كلام مهم صحيح، لان في الاخر المواطن هو اللي بس عايز اقول لكم النهارده يعني ده بيتكلم عنده هو تبعه هو 20 30 الف منفذ مش كده؟ غير منافذ بتاعت القوات المسلحه ووزاره الداخليه، يعني لو حطيت دول معاهم كمان يمكن يخشوا لهم في 35 40 الف منفذ. ده عشان يحاول يخفف من حجم الازمه الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها على مستوى العالم. لكن ما حدش يتصور ايه يقول لك احنا بنخش محل نلاقي هنا بثلاثه ونغير من المحل ده بثلاثه ونص. صحيح ده صحيح، بس ده امر يعني لو انتم النهارده تصورتوا ان احنا ممكن كدوله، انا صادق معاكم، سواء وزاره التموين او وزاره الداخليه تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده صعب. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه، ونبقى اديناهم الدرس انك انت ما دام بتغلي في اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص لغايه لما الامور تنتظم معانا ومع الجهد اللي بنقوم بيه في الرقابه من التموين ووزاره الداخليه، واحنا كل يوم وبنعلن ده. وانا يمكن برضو يعني مش مستريح كل يوم وزاره الداخليه تطلع مسكنا يعني انت مطلعنا شكلنا وحش قوي بس بجد كل يوم في النشر يقول لك مسك ده مش عارف كم واحد ما تمسكهم وخلاص يعني اتفضل استريح اتفضل دكتور علي.